النهارده كان في أخبار مهمة عن تراجع أسعار زيوت الطعام، زيت الذرة وعباد الشمس والصويا في الشركات والأسواق خلال الشهر ده. طيب، دي الأخبار دي بالفعل اتحققت عند التجار وعند أصحاب الغرف و و و و و والمستوردين، وبالتالي لأنها حلقة من حلقات إنها توصلني أنا بأسعار مختلفة كمستهلك. خليني أرحب بالأستاذ متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. مساء الخير، ازيك يا استاذ؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. الله يخليك. نسب الانخفاض الحقيقية، وأنا بتكلم هنا عن الحقيقية اللي حصلت في الزيوت. هو فعلا في سعر الزيت انخفض عالميا بنسبه تقريبا 8.5%، عشان الزيوت الخاصه بالنخيل والفول والصويا اسعارها نزلت عالميا. احنا الاسعار نزلت. الاسعار نزلت عالميا. تمام. احنا بنستورد تقريبا 95% من استخدامنا للزيوت، ومصر بتنتج فقط 5%. أيوة. فبالتالي زي ما السعر زاد بره يا فندم، احنا هنا حسينا فعلا ان الزيوت سعرها داخله في كل حاجه. مين احنا اللي حسينا؟ احنا كمستهلك واحنا كمصانع حسينا ان الزيت زاد في كل. لا، كمستهلك احنا كمستهلك لسه احنا ما حسيناش بده. لا، انا بتكلم في الزياده اللي فاتت لما كان السعر زاد في الوقت اللي فات، الزياده الزيت بره، فاوتوماتيك انعكست علينا هنا باسعار زياده جدا. ليه؟ عشان الزيت سلعه اساسيه عندنا كمصريين. للعلم ان حضرتك بتستورد، يعني ده فرق معاكوا كمستوردين 95% من احتياجك وبتصنعي 5% بس. نعم. فبالتالي احنا شايفين ان ممكن في الايام الجايه ان شاء الله نلاقي في انخفاض في بعض منتجات الزيوت احنا كمستهلكين، وحضرتك كمستهلكه تنزلي وتلاقي في اختلاف في سعر الزيت. ده ينطبق على ايه يا فندم؟ هو مش منطق برضه، عشان نفهم الساده المشاهدين، ان لو السعر نزل بره مش هيتداس على الزرار هنا وفجاه احنا ننزل نلاقي الاسعار هاديه، لكن احنا ممكن نلاقي. اشمعنى لما العكس بيحصل بيتداس على الزرار؟ لا يا مدام عزه، يعني لما يعني بنسمع ارتفاع بره بيتداس على الزرار هنا. النقطه دي يا مدام عزه لو سمعتي، عشان خاطر احنا ما عندنا بشره خير وظهرت لنا عالميا، فاحنا هنا نقول ان احنا هنحس ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله، وبنشجع التجار وبنشجع الساده المستوردين اللي خاصين بالسلع الغذائيه، ان هم انا بقول لحضرتك ان شاء الله هنلاقي في عروض شركات وهتلاقي في منافسه، وكل شركه طبقا لسياستها هتنزل بالاسعار، هتعمل عروض، وهنلاقي فعلا ان في استاذن حضرتك معلش، واحنا بنتناقش وفي النهايه الكلام للمصلحه العامه. حضرتك حاولت تصادر على كلامي فيما يتعلق، بقول لك ليه لما بيحصل ارتفاع بره بيبقى سهل قوي تدوسوا على الزرار في ساعتها. وانا موافقه انك تصادر على كلامي، وانا مش مقتنعه باللي حضرتك قلت له. لكن فكره العروض، ما هو هنا بقى المساله بتفرق. لما بره بيحصل ارتفاع بيتداس على الزرار وبيسمع، لما بينخفض بره بتقدموا عروض وليس انخفاض، وهي تفرق كتير. طب ما هو العرض يا فندم في المنتجات برضه معناتها ان انت برضه بتحس ان في فرق في الاسعار. انا لو ما عنديش النسبه ان انا العب في الاسعار، ممكن اقدمها بشكل عرض او بشكل. لا يعني فكره مختلفة. انه تم تخفيض ازازه الزيت تبقى محطوطه مثلا فردا ب 40 جنيه فبقت ب 38 والجو ده عروض، لكن انتوا متمسكين بالسعر. مدام عزه، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك هنا عايزه تحسي بفعلا اختلاف جامد في الاسعار، حضرتك هتحس بيها ان شاء الله لو التجار كلها تكاتفت مع بعض، والتجار كلها برضو وقفت مع البلد في المحنه اللي احنا فيها، في عز الغلاء اللي احنا فيه. عايزين التجار لما تنزل بالاسعار يكون فعلا الاسعار نزلت، ولما الاسعار تزيد بره تزود الاسعار، لكن ما يحصلش بالعكس. ده اللي وايه اللي ما يخليش التجار تستجيب؟ يعني اقصد ايه؟ يعني ايه؟ بلاش نتكلم كلام عاطفي، خلينا نتكلم كلام موضوعي وكلام قانوني. استاذ عزه، احنا اللي ممكن نخلي التاجر يستغل الفرصه ويزود الاسعار بلا مبرر. زي ما حضرتك عارفه برضو ان في بعض احدى الشركات زودت الاسعار بدون مبرر في اليومين اللي فاتوا دول على بعض المنتجات. زي ايه؟ احنا يا فندم بنتكلم ايه؟
ان احنا كمستهلكين بوعينا اتجاه استخدامنا وواجبنا ان احنا نشوف الاسعار وما نشتريش غير على احتياجاتنا وما نشتريش غير اللي احنا عايزينه. اعتقد احنا اعتقد ان احنا المستهلك بقى بيعمل كده. أيوة. بقى بيعمل كده يعني فعلا. اقصد الثقافه دي ابتدت تحصل بفرض الغلو. أيوة. عشان القوه الشرائيه على تمام. المستهلك بقى بيفكر في الحاجات المهمه فالاهم. ايوه احنا دلوقتي بننقل بشره يعني بشره امل للوقت الجاي. الزيوت حضرتك بتقول الزيوت هتنخفض اسعارها الفتره اللي جايه. طيب هتنخفض وهيبقى في عروض وهيبقى في مدخلات. انا ما زلت عندي كلام معاك مصره على فكره العروض وتقليل السعر تفرق. مدخلات الزيوت هل برضه هحسها ولا سعر الزيت بس؟ كل حاجه داخل فيها الزيوت بنسبتها هتؤدي للاختلاف حسب النسبه. زي يعني ايه فن؟ الرز ما اقولك على حاجه القمح نزل برضه. هو القمح داخل فين؟ القمح داخل في المخبوزات وفي المكرونه وفي البسكوت وفي حاجات كتير. القمح نازل. طيب وكرتونه البيض النهارده برضو حصل فيها نزول، ليه؟ عشان تم في وفره في الاعلاف. كرتونه البيض النهارده البني من 105 ل 115 والابيض بينزل 5 جنيه، كانت يعني بكام الكرتونه يا مدام عز؟ كانت ب 120 135 و130 جنيه. نزل الرز طن رز الشهير بقى ب 17000 طن. الرز الابيض كان من 25000 طن ل 23. تمام. احنا شايفين وكمان النهارده نزل قرار من بيان من شعبة المواد الغذائيه بتقول ان في برضو بنود كتير برضو في متوقع نزول اسعارها عالميا. فبالتالي هينعكس علينا احنا كمستوردين بنستورد كميات طائله من المواد الغذائيه هممكن نحس بيها في الايام الجايه. تمام تمام. وبرضو من برنامج حضرتك بنتكلم على وعي المواطن ما تشتريش اكتر من احتياجاته. انا بقول لك انا اكيد مش بتكلم بلسان كل المواطنين، بس في المحيط العام الناس كلها ابتدت تتعامل على قدر قليل جدا من استهلاكها لانه الدنيا غاليه عليه. فاقصد ايه يعني ده بقى موجود. طيب فرصه وجود حضرتك معايا استاذ ماده. إيه في اخبار عن رفع بعض منتجي او بائعي البن الزياده نسبه الارتفاع واصله ل 10%، وده قرار لسه ما اتطبقش. ما ده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، ان فعلا في تجار استغلت رفعت بدون مبرر منتجاتها، وده مش وقته دلوقتي. يعني لو في مبرر يدعي لان التاجر او صاحب الـ 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 البضائع اللي هو بيبيعها يزود اسعاره بدون وجه حق او بدون سبب، ده انا بقول له ان التاجر ده يعني لازم يكون عنده وطنيه زياده تجاه بلده. مش وقته دلوقتي ان احنا نزود الاسعار بدون داعي. حضرتك زدت عليك الاسعار بنسبه، اقسمها، اعمل عليها عروض، اعمل عليها حاجه عشان تعرف تبيع ويكون في سبب. لكن دول ما فيش سبب يا فندم، الناس بتزود كده في لوحديها كده، ده حاجه مش صح. يعني انا بقول لحضرتك لا دي حاجه مش صح. تمام. هرجع تاني واقول لحضرتك الكلام العاطفي ده ما بيجيبش. إيه 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 فكره ان المفروض يبقى حاسس بالناس وفكره الوطنيه ده تجاره ما فيهاش الحاجات دي. حضرتك السوق حر وانا مش هينفع. تمام. اقصد اللي على 10% والقرار ما يطبقش عليه، ايه اللي المفروض يتعامل معاه؟ قانون بقى، عايزين يشتغل قانون. ما هو ما فيش قانون بيحدد ان انا قصدي مش تسعيره يا فندم. يعني انا ما عنديش تسعيره ان انا ابيع مثلا ادوات كهربائيه، ما عنديش تسعيره ان انا ابيع مثلا ادوات مكتبيه، ولا حمايه مستهلك ولا رقابه ولا اي حد في ايده ليه كلمه عليه. الرقابه وحمايه المستهلك ليها في السلع الاستراتيجيه الاساسيه ليها نسب ان هي تدخل فيها. لكن اي واحد عنده حاجه هو بيبيع فيها كتير فجاه ازود السعر، هيقول ايه؟ انا حر، عليا طلب كتير في حاجتي. برضه بقول لك اللي حضرتك بتقولي عليه اللي هي قصه الفكره العاطفيه، لا احنا بنتكلم ان احنا نوعى، يبقى الواحد واعي، ما يديش فرصه للتاجر ان هو يبقى تحت رحمته في حاجته المطلوب عليها كتير ويكون هو رفع الاسعار. ممكن تخرجي من قصه البن تخش على بند تاني، تخش على بند تالت، تحس ان احنا بنرفع الاسعار بدون مبرر، وده مش صح. ايوه ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. ده مش صح. تمام. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على سعه صدرك استاذ مكتب شايب، بشكرك.